صلاح المدير الفني لنادي الأهلي مواليد 2008. كابتن عصام، مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن أمير، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله كله تمام. انا وحضرتك طيب؟ وحضرتك طيب؟ كلمنا او طمنا على سير الاختبارات في سوهاج، الامور ماشيه بالنسبه لكم ازاي؟ عدد المواهب اللي اكتشفتوها لحد دلوقتي اخبارها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو النهارده كان اول يوم لنا في الاختبارات، واحنا كنا عاملين الاختبارات في استاد سوهاج. ميعاد الاختبارات من 9 ل 12، من 9 الصبح ل 12 الظهر. تمام. النهارده الحمد لله جالنا 300 لاعب، منهم في حدود 30 40 حارس مرمى. اللي احنا قدرنا اخترناهم يعني من ناحيه الموهبه ويقدروا يفيدوا النادي الاهلي في الفتره اللي جايه في حدود 40 لعيب من ال 300. عدد كبير وعدد كويس جدا يعني. وان شاء الله باذن الله يبقوا اضافه يعني لفرق النادي من مواليد 99 لمواليد 2009. طبعا ال 40 لاعب لسه في تصفيه ما بينهم، ولا دول خلاص استقريتوا على ال 40 لاعب دول؟ والله ال 40 لاعب دول هيجوا بقى ان شاء الله نادي الاهلي فرع مدينه نصر. حسب بقى كل فريق يبقى ليه ميعاد الاختبار، فاحنا محددين لكل اعمار سنيه الميعاد بتاعها، بحيث هم يجوا برضو ويتعمل لهم هنا ايه اختبار تاني، يتعمل لهم مقارنه مع اللعيبه بتاعت الفرق عندنا في النادي، بحيث نقدر نقف على انسب العناصر يعني اللي هم هيقدروا يفيدوا النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. تمام. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الاهداف اللي بتخليكم تروحوا محافظات بعيده كده وتحاولوا ان انتوا تجيبوا لاعبين ينضموا للنادي الاهلي، كلمنا على الاهداف دي ووضحها للجمهور يا كابتن عصام. والله طبعا حضرتك عارف يعني السعيد بالذات عموما في لعيبه كتيره وفي مواهب كتيره وفي خامات كتيره، وطبعا وسائل اتفضل وسائل كده. وسائل السفر يعني احنا امبارح مثلا مشينا من قدام النادي الاهلي الساعه 11، وصلنا سوهاج الساعه 8 في الباص المجموعه بتاعتنا. يعني هو كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين قسمنا لثلاث مجموعات، مجموعه راحت اسوان بقياده كابتن جمال السيد، وفي مجموعه في اسيوط بقياده كابتن تامر حسني، تمام، وفي مجموعه معايا انا هنا في سوهاج. فاحنا المجموعه بتاعت سوهاج وصلنا من يعني شوف من 11 ل 8، شوف عدد الساعات. طبعا وطبعا بيبقى صعب على عدد الولاد ان هم يجوا الساعات دي، انما لو احنا رحنا لهم هناك وقدرنا نقف على افضل العناصر واخترنا عدد الى حد ما معقول، دول اللي هيقدروا يجوا. يعني دول ايه اللي يقول لك دول مبشرين بالخير، يعني دول اللي ممكن ايه لما يجوا حتى ال 40 لعيب دول لو جم، لو قدرنا نقف على 20 واحد منهم من مواليد 99 ل 2009 يعني كل عمره ولا حاجه، عدد مميز طبعا. يبقى اثنين ثلاثه لعيبه مميزين، انت مش عايز حاجه اكتر من كده. تمام. فانت بتوفر لهم المساحه ديت يعني. طيب بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن عصام، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا كابتن عصام صلاح المدير الفني المواليد 2008 بالنادي الاهلي، ومتواجد في سوهاج بالتحديد للبحث عن عدد من